وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والجامعة الدولية بالرباط توقعان اتفاقية شراكة إطار تهدف إلى تعزيز التعاون لا سيما في مجال التكوين، وتتمكن الجانبين من تكثيف تعاونهما لإعداد دورات تكوينية وبعثات استشارية وتبادل الخبرات والدراسات. التكوين هو أولا تكوين بغينا أولا فيه نحسنوا الطاقات ديال الموارد البشرية ديالنا خصوصا على المستوى المسؤولي، انه هذا تكوين اللي هو مفتوح للمفتشين الجهويين اللي هم تيمثلوا الوزارة على صعيد الجهات وكذلك رؤساء الأقسام في المصالح المركزية. وفي إطار هذه الاتفاقية أعد برنامج تكويني متخصص لصالح الموارد البشرية بالمصالح المركزية والجهوية للوزارة من أجل التعمق نظريا وعمليا في مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بالمدن والنماذج الجديدة للتنمية الحضرية. التكوين المستمر بالنسبة للموارد البشرية ديال الوزارة، هاد الدورات غيكونوا 9 ديال الدورات اللي غيبقاو من اللي انطلقوا من اليوم من هاد النهار إلى التالي ديال ديسمبر إن شاء الله، غيستافدوا منها 105 ديال لي كادغ والمسؤولين في الوزارة ديال إعداد التراب الوطني والإسكان. وسيستفيد أطر الوزارة من تكوين يتلائم مع احتياجاتهم حول التعمير وإعداد التراب والتنمية الحضرية وتسويق المدن والأقاليم وإدارة المخاطر.